ايه كنت حاب برك معلومه برك. ودي اسمع، حنا نكوبيو غير الحاجه اللي اللهم صل وسلم على رسول الله، حنا نكوبيو غير الحاجه اللي ماشي مليحه على الكور. علاش ما نكوبيوش على الكور مثلا كيفاش هما يخدموا البحور تاعهم؟ هما خاوتي يجيب تراكتور، زوج تراكتورات متلاصقين، يجيبوا هذاك اللي يمشط وبورتو، هما ما عندهمش هذا الوسخ، عندهم هذاك. المهم كل يوم خاوتي كيما في نيس كيما في لي بلاص تاع توريستيك يجيبوا تراكتورات يمشطوه كاع خاوتي، يلقاو الذهب يلقاو الدراهم يلقاو بزاف امور طاح لهم، ومن بعدايا يمشطوه مره زوج هذا صباح ربي على 6 تاع الصباح، ومن بعدايا يجي منا فلوكه صغيره تقعد لهيه ويروزيهم، يروزي 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 البحر يولي مطربق. معناتها التوريست كي ينوض صباح ربي مثلا الكبار في العمر هذوك 7 تاع الصباح يحب يروح يدير عومه، ولا ليجان اللي حاب يروح يعوم صباح ربي يلقى البحر مسقم هايل يبكي. وعلاش حنا ما نكوبيوش عليها هذه مثلا؟ وعلاش مثلا هذا البحر ما يمدوهش ما على باليش هنايا الواحد بريفي ويخدموا ويدير اسعار معقوله؟ حنا تمدوا للبريفي الدخله تولي ب 3 ملاير، تمدوا تخليها هكذا يولي مهمل. الله يجيب الخير وخلاص. المهم صلوا على النبي ونتلاقاو في الخير ان شاء الله. اللهم صل عليه.